اسمي رياض غنية، خريج كلية فنون جميلة جامعة بغداد. بعد تخرجي سافرت إلى الأردن عمان، وأيضا استمريت في عرض لوحاتي في قاعات عمان. بعدها سافرت إلى كندا، في كندا قدرت ألقي مساحات أيضا في جاليريات ومتاحف كندية، فكانت لوحاتي جنب إلى جنب فنانين مختلف الثقافات بالعالم. غنية هو اسم المعرض القادم، غنية يحمل اسم أمي، اسم الفن الجديد. غنية معرض شكل ويمثل كل تجربتي أو خلاصة تجربتي الفنية، فبالتالي أتمنى تستمتعون بالمعرض اللي راح يمثل، وأتمنى أنه يمثل ثقافة عرض جديدة.